السلام عليكم. مجموعة من الصخور الرملية التي تتمتع بألوان زاهية ومزركشة، تبعث الأمل والتفاؤل في روح مشاهديها. ومجموعة من الصخور عليها طبقة تغطيها مثل ملمس الطباشير. هذا هو الوادي الملون. الوادي الملون أو الأخدود الملون، متاهة من الصخور الرملية الملونة بالألوان الأصفر والأرجواني والأحمر والذهبي، ويصل ارتفاعها في بعض الأماكن ما بين 40 إلى 80 مترا. يقع الوادي الملون على بعد حوالي 3 كيلومترات من مدينة نويبع في جنوب سيناء. يتكون الوادي من صخور ملونة على شكل منحدرات تشبه مجرى نهر جاف، ويبلغ طوله حوالي 800 متر. وقد تشكل هذا الوادي بفعل مياه الأمطار والسيول الشتوية وعروق الأملاح المعدنية التي حفرت لها قنوات وسط الجبال بعد أن ظلت تتدفق لمئات السنين. يرجع سبب تسمية الوادي الملون بهذا الاسم بفضل ظلال الألوان التي تكسو جدرانه، مع عروق الأملاح المعدنية التي ترسم خطوطا على أحجاره الرملية والجيرية وتضفي عليها ألوانا مختلفة نتيجة لانحسار المد والجزر من البحر الأحمر. ومن المذهل أن جدران الوادي تتكون من عدة طبقات تصل إلى 16 طبقة، ويعطي اللون العميق لصخور جدران الوادي لمعانا موشوريا ومعدنيا. في حالات أخرى يكون الحجر أملسا لدرجة أنه يبدو نائما ومنتفخا. يمكن الوصول إلى فم الوادي بالسيارة، وطوله القصير يجعل المشي لمسافات طويلة مثاليا. وعند المرور بالوادي يضيق أرض الجدران إلى بضعة أقدام فقط في بعض الأماكن، مما يمنح الوادي جوا وثيقا وسريا. يتم مقارنة الوادي بشكل أكثر شيوعا بمدينة البتراء الأردنية، لكن الفرق هو أن المشهد هنا طبيعي تماما ولم يتم تعديله من قبل الحضارة الإنسانية في أي وقت في التاريخ. أعتقد أن أهم شيء هو أننا عرفنا من أين أتت هذه الصورة الجميلة، أليس كذلك؟